جمال وش راكي يرحم باباكي؟ المهم البرد بدا في الجزائر. بردي البرد بدا بدات الشتا تطيح. البرد في الجزائر فقررت نشارككم اللوبيا باللحم. اللوبيا والمطلوع سخون. الله الله لوبيا باللحم. ايوه على جال انه اللوبيا هذه اكله شتويه والبرد بدا عندنا في الجزائر تما ناكلوا اللوبيا وغدوه المردود وبعده العدس. يرحم باباكي البرد في الجزائر وانا انا في مصر راكي حابه نوريك الزنباع وين يباع. علاش علاش البرد عندهم في الجزائر يرحم باباكي تدري لي اللوبيا في مصر؟ علاش قولي يرحم باباكي؟ لانه احنا نتبعوا المواسم تاع الجزائر ما معنا في مصر. تاكل على حسب اكلتهم. قولوا لي درتوا اللوبيا ولا مازال؟ انا متاكده بلي بديتوا تديروا اللوبيا. بس سؤالي يرحم باباكي انا علاش واش خصني في هذه الماكله؟ يعني اكله اللوبيا وفد ياكلوها في, في في الشتاء هناك عندهم في الجزائر، انا واش خصني انا في مصر يرحم باباكي؟ باسكو انت اكيد تاكل اكلات جزائريه فلازم تكون على حسابهم على حساب المواسم تاعهم. لازم يقول على حسابهم. يرحم باباكي يرحم باباكي كيعطيك لها المغرب باش تاكل بصباطي عشان يرحم بابين الصغيرات ترطق لي عقلي. ترطق لي قولي لي قالت لي علاه عطيت لها المغرب. المهم المهم هذه الاكله اكله شتويه درتها لك من قبل بالمرقاز لكن فيف اللوبيا وحدها او لوبيا بالكرعين او لوبيا باللحم ما كاش احسن منها. تتعمل بكذا ماكله يعني يرحم باباكي. الاكله المفضله تاعي في الشتاء. في الشتاء ايوه قولوا لي سؤال يرحم باباكي درتوها سنه ولا مازال ما درتوهاش؟ سؤال بس يرحم باباكي يعني وناكل ان شاء الله يعني اللوبيا بتاعكم كبيره بزاف ليه يعني؟ هي نفس لوبيا تاع مصر اصلا جايبتها من مصر لكن طريقه جزائريه. اللوبيا مصريه؟ لوبيا جمال لوبيا كامل في العالم لوبيا واحده. نعرف اللوبيا الصغيره بتبقى فيها اللي فيها النقطه السوداء. اي بزاف. انتم ما تاكلوا هذه اكثر من صح هذه ثاني كاين عندكم في مصر لكن طريقتها مختلفه. طريقتها مختلفه بزاف. ودرجت لك مع حاره مرقد وطبعا الهريسه لانه ما درتهاش حاره بزاف لو حبيت تضيف الحر وهذا المطلوع الجزائري. أيوة. مطلوع معنا في كلش. ايوه في كلش. ان شاء الله اخوتي واخواتاتي الجزائريين تكون اكله مليحه. الشابه ديالي دارتها لي في الصيف وهي مفروض اكله شتويه. هما في الشتاء هي جابته. شكرا لها باباكي الصغيره يا الشابه. خدي خدي يا الشابه روحي طرطقي بعيد عني. طرطقي طرطقي خليكي معايا خوتي واخواتاتي هنجرب اللوبيا الجزائريه ونقول لك واش رايي بكل امانه ومعها المطلوع. الله الله قال لها شباب الله يبارك. شوفوا شوفوا خوتي واخواتاتي شوفوا الشابه ديالي شوفوا يرحم باباك وشوفوا الله يبارك الله يبارك على الشاب الله يبارك على الشاب. يلا بسم الله نقول بسم الله. تحب تغمس في اللوبيا؟ نحب نغمس في اللوبيا. تحب ترفد بالمغرف وتجوز بالخبز؟ نعملها يا حم باباكي. ترفد بالمغرف لوبيا وتحط نغرب بالمغرف اللوبيا تجوز اللوبيا بالخبز. اللوبيا لو حبيت تضيف شطه حط شويه هريسه. وهي اصلا اكله شتويه من جايبين انتوا دول عشان نولع بزاف. ايوه يرحم باباكي يرحم باباكي. بسم الله خوتي اخواتاتي نجرب اول حاجه بالمطلوع الجزائري بالمغرف بالمغرف المغرف هكا في معلقه وتعض المطلع. ده الطقوس بتاعه طقوسه هكا هكا صح. قولي شايك انا حطيت انا من فوق. شوفوا جات بزاف بزاف هايله وثقيله واللوبيا طيب لك كالزبده. علاش هذه الجزائريه تدير فيها هكا؟ انا ما عندي ما اقول والو والو انا ناكل واللوبيا طيب كالزبده صدقوني الزبدة الجزائرية. بسم الله. صح شكون قال لك نوري لك الزنباع وين يتباع؟ وين تعلمتها؟ وين تعلمتها؟ انا تعلمتها بزاف. وين تعلمتها؟ انا بقى عندي الجزائري يرحم باباكي. بسم الله. شوف خوتي وخواتاتي انا حطيت لك زيت زيتون في النص لو عايز تخلطها يعني مثلا اكل حته عيش و ايوه بسم الله عض العيش ولوبيا وراه او تحب تغمس عادي. الله يبارك على البنة البنة الجزائرية ديالي. هو راه يغني وبنته راه تشطح عايشة مع زوج مهابل. الله يبارك قسما بالله الله يبارك. حارة ولا لا؟ مش حارة بزاف. مش حارة تحب تزيد لها حار زيد لها. بسم الله. بصوا خوتي وخواتاتي الله يبارك على البنة الله يبارك تيجي واحد البنة وواحد الطعم صح لولو؟ واحد الطعم واحد البنا. الله يبارك. مش رايك؟
الله يبارك. ذوق اللحم كي يكون طايف لوبيا شحال يكون بنين. ذوق. اوكي. الله يبارك. اللحمه لما دخلت في اللوبيا مع زيت الزيتون وشويه الكده عملت حاجه تطرطق العقل. تطرطق العقل. قولوا لي انتم من محبين اللوبيا ولا العدس؟ انا نحبهم للزوج صح، نموت على اللوبيا. خوتي واخواتاتي الجزائريين. وقولوا لي كيفاش ديروها. قسما بالله خوتي واخواتاتي هذه اللوبيا عجبتني بزاف، وعشرة من عشرة يرحم باباكو. قولوا لي يرحم باباكو من النهاردة اللي داروا اللوبيا الجزائرية. مين دار هذه المكلة الجزائرية اليوم؟ انا حبيت اللوبيا الجزائرية خوتي واخواتاتي. قولوا لي يرحم باباكو في الكومنتات، تحبون اللوبيا الجزائرية ولا لا؟ لا بديتوا ديروها ولا مازال ما درتوهاش؟ قولوا لي يرحم باباكو. قولوا لي بزاف في الكومنتات، ابوني وقولوا لي في الكومنتات تحب اللوبيا وايش من مكلة جزائرية حابين نجربوها الفيديو القادم يرحم باباكو. انا حبيت اللوبيا الجزائرية. اوكي خوتي وخواتاتي نحبكم بزاف. ما تنساش تروحوا يوتيوب وتروحوا انستغرام باش تتابعوا كل جديد. نستفاد من الاكل الجزائري. الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك. عجبتك؟ تعجبني قسما بالله. تعطيها شحال من عشرة؟ عشرة بصراحة. قسما بالله عشرة من عشرة. نحبكم بزاف يرحم باباكم.